التاسعة من المعرض بلاست اكسبو والدورة الرابعة من معرض باك اكسبو غادي يون ستونيغ لو في مدينة الجديدة ما بين 17 في شهر يونيو ان شاء الله استثناء غادي ننظموهم في نفس الوقت من بعد فترة ديال الجائحة اللي عرفت فيها ركود وعدم القدرة على تنظيم المعارض. اليوم هذه الدورة تتمتاز بمشاركة 180 عارض من 18 دولة. المشاركة المغربية تقريبا 55% من مجموع العارضين، والمشاركة المغربية تتمثل في أكبر الشركات المغربية في صناعة البلاستيك. واش كاين شي كاينين اجانب؟ 18 دولة كاينة، من فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، برتغال، من مصر، من الصين، هما هادو هما الدول اللي ان شاء الله غادي، هذا من العربية السعودية، من امريكا ومن انجليز. الجديد في الدورة هو ديجا المكان اللي غيتنظم فيه المعرض. عادة تنظم المعرض بالدار البيضاء، الاسم ديال المعرض كان مرتبط بمدينة الدار البيضاء نظرا للقصر المؤتمر في الدار البيضاء اللي كان اللي في الاصلاح، دابا غننظموه في مدينة الجديدة. ثانيا الجديد هو ان غننظموا هاد المعارض بجوج في خطره واحده، الور قبل كنا تنظموا عام المعرض بلاست اكسبو عام معرض باك اكسبو. وموازاة لهذه المعارض غادي يكون ان شاء الله ندوات اللي مهمه واللي اليوم صناعه البلاستيك خصها تقول الراي ديالها وكيفاش انها تساهم في النمو الاقتصادي ديال البلاد وفي الورشات اللي تلقات نوتامون باغ سا ماجيستي الله ينصر.